أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم أعزائي المسلمين في كل مكان. نبدأ بسم الله وبإذن الله وبحول الله وقوته، متوكلين على الله، شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. وهذا الكتاب هو 6 مجلدات، وهو شرح رياض الصالحين للإمام العلامة غفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. النية محلها القلب، ولا محل لها في اللسان في جميع الأعمال. ولهذا كان من نطق بالنية عند إرادة الصلاة أو الصوم أو الحج أو الوضوء أو غير ذلك من الأعمال كان مبتدعا قائلا في دين الله ما ليس منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويصلي ويصوم ويحج ولم يكن ينطق بالنية، فلم يكن يقول: اللهم إني نويت أن أتوضأ، اللهم إني نويت أن أصلي، اللهم إني نويت أن أتصدق. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وذلك لأن النية محلها القلب، محل النية القلب، والله عز وجل يعلم ما في القلب، ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، كما قال الله تعالى في الآية التي ساقها المؤلف: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ويجب على الإنسان أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى في جميع عباداته، وأن لا ينوي بعبادته إلا وجه الله والدار الآخرة. وهذا هو الذي أمر الله به في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له العمل، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وينبغي أن يستحضر النية، أي نية الإخلاص، في جميع العبادات. فينوي مثلا الوضوء وأنه توضأ لله، وأنه توضأ امتثالا لأمر الله عز وجل. فهذه 3 أشياء: أولا نية العبادة، ثانيا نية أن تكون لله، ثالثا نية أنه قام بها امتثالا لأمر الله. فهذا أكمل شيء في النية.